تبقى مصيبه سودا، لازم في سيفتي رابع حواليك شكله عامل ازاي. تمام؟ اوكي؟ طيب كده خلصنا؟ لا لسه. كود ال NFP 13 ال NFP 20 كود ال NFP 20 جه قال لك ايه؟ قال لك كل الكلام ده كويس، ولكن خلي بالك من السايزنج بتاع الهيدر السحب وسايزنج هيدر الايه؟ الطرد. تمام؟ لازم في ريليشن. تمام؟ مره ونص السايز بتاع طرد الترمب. لو الترمب بتدي 3 يبقى ده كام؟ 4. تمام؟ لو ده 4 يبقى 6. ماشي؟ الهيدر نفسه مرة ونص. طب حاجة تانية، طب ليه السي نفرض إن الترومبة طريقة تركيبها خرج خلاص المواسير دي نهارات كده وجاي غصب عنك عشان توصلها بالهيدر، هتيجي تعمل قلبه كده. قلبه في التركيب. جه قال لك إيه؟ القلبه ده قلبه يعني جوع. حد شايف؟ حد مش شايف؟ قلبه. ترومبة إيه؟ وهعمل جوع. بعد إيه؟ بعد خمسة ترومبة. قال لك المسافه ما بين الترومبه خارج الترومبه والكوع ده. شوف بقى ايه الفرق لما بنقول احنا بتوع صحي ولا بتوع حريق. تمام؟ الصحي قال لك 5 ديامتر، الحريق قال لك 10 ديامتر. تمام؟ الصحي قال لك 5 ديامتر. تمام؟ الحريق طرمبات حريق 10 الايه؟ الديامتر. يعني المسافه دي 10 مضروبه فين؟ في قطر الماسوره. مثال 4 بوصه ولا بلاش 3 بوصه. الترمبه 3 بوصه. الخارج بتاعها 3 بوصه. يبقى المسافه ما بين الترومبه لغايه اول بند اول لفه كوع كده او كوع للجنب او كوع المتجه اي كوع يبقى كام؟ 30 ايه؟ 30 بوصه. يعني ده لو ده 3 بوصه يبقى هنا هو المسافه كام؟ 30 بوصه. 30 بوصه يعني بالسنتي كام متر؟ اضرب في 2.54. حد يضربها من فضلك؟ 75. كام؟ 75 سم. 75 سم. 75 سم. تمام كده يا جماعه؟ سهله ولا صعبه؟ المسافه ده 10 كام يا دكتور؟ 10 ديامتر. 10 قطر الخروج. 10 اضعاف قطر الخروج. 10 اضعاف قطر الدليفري. قطر الخارج بتاع الترمب. ده على الاقل. طيب في حاجه ثانيه تمام؟ نعملها. بعد كده هو الهيدر هيطلع لفين؟ على الايه؟ على الشبكة. تمام؟ بحط على الشبكة دي محبس او اس اند واي فالف. او اس اند واي فالف. تمام؟ وعليه ايه؟ ويث تامبر سويتش. تامبر سويتش. طب لنفرض لا معلش ترجمه بقى. اه قول سنه واي فاز. مش شايف مره ثانيه يا شباب. المحبس احنا شرحناه المره اللي فاتت في المحاضره الاولانيه. المره الثانيه. سينو؟ اه انا سينو. اه طيب اهو. نوريكم بيبقى هو يستمر جدا قبل وبعد؟ لا جيت فرض عادي.
لكن خارج الخط الرئيسي هو الصنابل. تمام؟ طيب نسيت انا فكرت دي. لو انا حبيت ان دايما الترمبات لما تقعد بشهر وشهرين من غير ما تشتغل خطر، لازم ان انت كل فتره تشغلها. طب بتشغلها اكوردنج لايه؟ للمانيوال بتاع المصنع. قال لك والله كل اسبوعين لازم تشتغل، كل اسبوع لازم تشتغل، بروكا بيز لازم تشغلها مره في ايه؟ في الاسبوع. ليه مره في الاسبوع؟ عشان البطاريه ما تنامش. تمام؟ مشكله ايه البطاريه؟ طيب التانك لا دي ولا سوري النظام لا دي ولا عليه، السيستم زي كله ساكت. اما كل مره كل مره في الاسبوع اشغله الايه؟ النظام، اشغله تربه دي الوحش. ايه اللي يحصل؟ مره في الثانيه في الثالثه دي يفك الجسم كله يفك. عمليه برضه بيحصل حاجه اسمها فاتيج ستريس. طب عشان توفر كم ان انا ابعد خالص عن فاتيج ستريس لازم اشغل الكورونا. يبقى لازم اعمل حاجه اسمها ايه؟ كومبرومايز ايه؟ سولوشن. تمام؟ زي ما ايه؟ قال لك المثل شيل ده من ده ارتاح ده عنده. صح؟ صح للمثل ده ليه؟ مش عارف. بس في النهايه ايه؟ هنطبقه. ازاي حضرتك؟ قال لك بسيطة قوي، انت لما تيجي تشغل الترمبات الكبيرة بنقفل السيستم ده، بنقفل المحبس ده، ونقوم واخد خط تاني ادخله على ايه؟ على الخزان. ادخله على الخزان. تمام؟ خط اهو. ادخله على مين؟ على الخزان. وده الخط ده بنسميه ايه؟ circulation line. circulation in line. طب خط circulation line ده خدت بال حضرتك المفروض يبقى على خزان واحد ولا على خزانين؟ الاثنين. هنفرض في واحد بتعمل له صيانه لازم واحد تاني. تمام؟ فانتوا عاملين ازاي؟ ممكن بمحبس واحد بس، بس اعمل ايه؟ اهو اهو اهو. العمليه مش هتقعد يموت. تمام كده؟ طيب ده الترومبه ايه؟ اي ترومبه، ولكن هتيجي عند حضرتك في الترومبه الديزل لو انا هقطع ترومبه مثلا جوكي وترومبه الكتريك، ابتدي ان اقطع الترومبه الايه؟ الديزل. الترومبه الديزل تمام؟ الضغط بتاعها لما تيجي تقفل تعمل شطف ضغطها اعلى شويه من الايه؟ من ترومبه كهرباء. فلما تيجي اعلى شويه من ترومبه كهرباء الضغط بيبقى عالي على الايه؟ الترومبه. فبنعمل له ايه؟ بنحط له طبقا للكود ده ان اف بي 20 حاجه اسمها بريشر ريليف فالف. تمام؟ بريشر ريليف فالف، يعني انا باجي بعد الجيت فالف بعد بتاع ده كده كده واقوم عامل كده اهو كده خط كده كده وانا اهو او محطط هنا اهو كده بسميه بريشر ريليف فالف. ايه البريشر ريليف فالف ده يا جماعه؟ عشان ايه؟ اسمه ريليف بيحقق على طول بيقوم مهرب الضغط الزياده عن الايه؟ عن التورم. طب وبركبه فين؟ بعد الجيت فالف او الجيت فالف اهو تمام والجيت فالف اهو والفليكسبل كونكشن اهو بعد الجيت فالف وقبل الايه؟ قبل الجيت فالف. تمام؟ ليه؟ عشان الميه تبقى ضامن الايه؟ تبقى ضامن الترومب. البريشر ايه؟ ريليف فالف. تمام كده يا جماعه؟ طيب البريشر ريليف فالف ده بنحط له محبس ايه؟ اهو محبس بعدين. ليه المحبس اللي بعديه ده؟ عشان الصيانه بتاعت المحبس ده. لو الترومبه نفسها فيها صيانه بتاعت الديزل بتعمل لها صيانه تمام؟ بقوم قافل المحبس ده عشان اعرف افك الايه؟ الريليف فالف ده، اقفل ده واقفل ده ومشغل الايه؟ فاتح المحبس ده يعمل له الصيانه بتاعته. تمام؟ سهله ولا صعبه؟ لا تاني ايه الغلطه اللي انا عملتها دلوقتي؟ البريشر ريليف فالف
ايه الغلطة اللي انا عملتها احنا بعد الليل برافو لا لما اجي اعمل صيانه للمحبس ده او للتروبة دي تمام او اعمل صيانه للمحبس ده خدت بال حضرتك الميه عايز افك المحبس ده كده بص المنظر الميه المفروض تطلع كده طب ما انت ايه اللي يقفل المحبس ده يبقى لازم المحبس بتاع اللي ليه فالف ده يتحط ما بين مين ومين اتحط ما بين محبس التشيك فالف ومين ومحبس الجيت فالف ليه عشان تقدر تقفل ده وتقفل ده تقوم مغير البوزيشن اللي ليه فالف ماشي كده ولا مش ماشي تاني يا دكتور تاني معلش يعني ممكن بس نقول من الرابط كده من اول كده بسرعه كده بالترتيب معلش انا قصدي كل مره بقول انا عايز اقول لحضرتك ايه انا ممكن اقول لك بسرعه قصدي معاك النقطه وتكون ممكن كده اقول لك الكود بيقول كده ليه انا كنت اقول لك الكود بيقول كذا وكذا 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 مش لازم انا كل اللي انا عايزه حضرتك ان الكود قال كده ليه دي قوه الفورس تمام نعيد التاني مع بعض بس الترتيب عشان احنا مش شايفين طيب الترتيب التاني كده من بره كروم كده بص سريع اول حاجه بحط ايه محبس صيانه ايوه صح وبعد كده فليكسبل كونكشن واصله مالي تمام وبعد كده اهوت ايه استرينا مظبوط أيوه. وبعد كده اهوت تروم وبعد كده الايفنت تشيك فال الايفنت كده كده موجود على ايه على تمام وبعد كده ايه الشيك بال او المحبس عدم الرجوع وبعد كده الفليكسبل كونكشن وصلنا علينا تاني وبعد كده ليه الجيت فالف صح طيب كده خلاص لو الترومبه دي حصل فيها حاجه بقفل المحبس قبل وبعد الترومبه عشان تطلع الترومبه من الايه بالصيانه وتطلعها من الخط خالص مفيش ايه ميه تيجي ليه الفليكسبل كونكشن مش قبل الشيك بال والشيك بال بعده يعني اول حاجه بعد الترومبه على طول الفليكسبل كونكشن لا الشكل لا لان حضرتك ما تسيبش مسافه كبيره تمام للميه اللي جت الترومبه لما تيجي تفصل كويس انا عايز جزء من الميه اللي يعني الترومبه لما بتضخ الميه بكميه كبيره تمام وتيجي توقف في جزء منها جزء من الميه ده بيرجع تاني على ايه على الابره بيخليه يلف عكس انا عايز اقل كميه من الميه هي اللي ترجع الترومبه فكل لما يكون محبس عدم الرجوع قريب قوي من الترومبه يبقى الكميه اللي راجع فين على الابره قليله قوي ما تتاثرش ما تكسرليش الايه؟ ما تكسرليش الريش ما تكسرليش الايه؟ الابره ما تكسرش العمود الدوران ما يبقاش لف عكسيه هيبقى مقدار الفليكسبل كونكشن بس